السلام عليكم مشاهدي متابعي قناة السفاحة الرياضية، أهلا وسهلا بكم وتغطية خاصة لنهائي بطولة الشهيد حسون وفرج المقامة أيضا في ملعب الشهيد حسون وفرج الكائن في منطقة التأميم وبالتحديد في قضاء المدان، حيث يلتقي اليوم فريق الكناري وفريق الاتحاد. كلمة للكابتن أبو آية كابتن فريق الكناري. كابتن، استعداداتكم لمواجهة فريق الاتحاد لنهائي بطولة الشهيد حسون وفرج؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر إذاعتكم وإذاعة نادي السفاح على تغطية هذه المباراة. والله إن شاء الله مستعدين وما عندنا أي إشكال بالبطولة. والله يمكن أقول لك هاي أفضل بطولة شفناها بالتحكيم وبالأداء، زينة بعد يعني. بس من جانب التحكيم بطولة جيدة؟ لا، من كل شيء والله زينة. تنظيم تغطية، نعم. معلقين، نعم. استعداداتكم لمواجهة فريق الاتحاد اليوم؟ والله ان شاء الله مستعدين وما عندنا اي مشكله يعني اليوم عازمين على الفوز ان شاء الله. نعم، شكرا، نتمنى لك كل التوفيق. رحمة الله. مرة هذا الكريم ناخذ كلمه للكابتن مرتضى جواد كابتن فريق الاتحاد. كابتن، تحدثنا عن استعدادات فريقكم لمواجهه فريق الكناري لنهائي بطوله الشهيد حسون وفرج. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احب اشكر مدير الملعب ابو مصطفى الربيع على هذا التنظيم الرائع. نعم، واحب يعني ابارك لك هاي الطفره النوعيه بالاعلام في جميع المناطق. شكرا. نعم. واتمنى ان تعود لقريع 10، لان فراس سبورت ونهاد الرديني هم لقريع 10 وليس للمناطق الخارجيه. طبعا اكيد احنا كدائره اعلاميه ناس محايدين للجميع، والدليل جاني تواجد بكل الملاعب. يعني بكل الملاعب موجودين، وان شاء الله انتم فاكهه الملاعب دائما. نعم، ما حكيت عن خطتكم اليوم مواجهه فريق الكناري. والله ان شاء الله شباب مستعدين ويقدمون مباراه كبيره اليوم قدام فريق كبير هو الكناري. نعم، وان شاء الله راح نلعب بخطه اثنين بالورا واثنين بالنص واثنين مهاجمين. احنا اثنين باثنين باثنين. اثنين باثنين باثنين. نعم كابتن، احنا نشكرك ونتمنى لك كل التوفيق اليوم. حبيبك كابتن. جمهور الرياض الكريم، ناخذ كلمه للكابتن عمار الربعي الاداري والمنظم في ملعب الشهيد حسون وفرج وايضا منظم بطوله الشهيد حسون وفرج. كابتن، كلمه لهذا النهائي اللي راح يلتقي طرفيه فريق الكناري وفريق الاتحاد. طبعا اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر تواجد الكابتن نهاد في هذا النهائي، نشكر الفرق اللي شاركت بالبطولة، ألف مبروك للفريقين، يستحقون بكل استحقاق الفريقين من خارج المنطقة، إن شاء الله مولد المنطقة، نشكر تعاون الفرق، نشكر الحكام، نشكر جميع الذي ساهموا في إنجاح البطولة، والشكر والتقدير موصول لإدارة الملعب كابتن علي سليم، شكرا جزيلا لكم كابتن. نعم كابتن، اليوم احنا ان شاء الله في اختتام بطولة، هل هناك بطولة جديدة ان شاء الله على أرضية هذا الملعب؟ ان شاء الله كابتن، اليوم راح نسوي دعوة للفرق. نعم، وان شاء الله الجمعة راح تفتح بطولة جديدة ان شاء الله على هذا الملعب. طبعا احنا كابتن كإدارة إعلامية نتمنى لك كل التوفيق ومستعدين لتغطية كافة النشاطات في هذا الملعب. طبعا نشكركم جزيل الشكر، انت والكابتن فراس ان شاء الله، وكل التوفيق لكم. مشكور كابتن. نعم جمهور الرياض الكريم، شكرا للكابتن عمار ربيعي مدير الملعب.
أما محمد راضي وحبوشي الجميل في خط الوسط ومصطفى مشكور وعمار السعيد يبدأ دائما كالعادة مهاجما يرتفع المباراة يأتون باسم اللاعب الأحمر لفريق الاتحاد الواحد وعشرون وعلي سكواندا يبدأ عملية التألق الصدد كرة كبيرة حاملة في جمال التألق للفريقين الكبيرين الكبير يصدد على راحل خارج إلى الأوتا عن طريق حبوشي حبوشي كاد يبغي والله الله السلام تسديد عن طريق الرقم 15 خطيرة في ركز أماكن المدافع السلماني يلعب بمدافع ولكن هو خط وسط صافي لبن صافي كرسو يبتدئ الهدف الاول للاتحاد الاتحاد اخوة كما يقولون اهل الاهداف صافي يفتح الهدف الاول اشبع بهات السفاح سفاح كرة القدم كما يقول المحبي وعاشقي كرة القدم نعم من يريدها من يطلبها الكرة نعم عمار السعيدي ومصطفى مشكور وحبوشي تسلم الكرة مصطفى وحاول على الكرة مصطفى مشكور الله يسدد الكرة لكن هي الجميل الله رقم 14 يسلمها يحاول ان يلملها يحاول ان يحاول على الكرة الله ولكن احمد ستار بالتعديل المدافعون نعم خير وسيلة للدفاع يا احمد ستار هدف الله علي جمع هدف ثاني بهدفك لاري الكتيبة المدربين هل نكونك بهذا المستوى الجيد للفريق هدف هناك كبير حاضر عمار السعيدي
الله.